أكد العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة في الساحل الغربي أن القوات المشتركة تتطلع لرفع المعاناة عن الناس جميعا، وقال أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تسببت في تفاقم معاناة الشعب اليمني الذي بات يحتاج إلى المساعدة دون استثناء. الجميع يعرف بأن الحوثيين يسرقون المساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب اليمني، وهذا ما يجب أن يقف أمامه المجتمع الدولي بمسؤولية وبما يضمن وصول المساعدات لمستحقيها. وأكد قائد المقاومة الوطنية تقديم القوات المشتركة كل الدعم والتسهيلات للمنظمات الإنسانية والإغاثية لأداء مهامها في الساحل الغربي، وقال أن المواطنين في الساحل الغربي أكثر احتياجا للمساعدات الإنسانية، مشيرا في الصدد إلى مشاريع وخدمات الخلية الإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين. واستعرض قائد المقاومة الوطنية مع القائم بأعمال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعدن السيد نيلز دينجوال والوفد المرافق له الخميس الرابع من فبراير شباط 2021 الأوضاع الإنسانية في الساحل الغربي ومعاناة المدنيين جراء اعتداءات الميليشيات الإرهابية التي لا تضع أي اعتبار للاتفاقات والقوانين الدولية التي تحمي المدنيين. وعبر المسؤول الأممي عن الشكر للقوات المشتركة التي تقوم بحماية مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في المخا وما تقدمه من تسهيلات للمنظمات الإنسانية في الساحل الغربي، وقال نيلز أن ما يهم منظمات الأمم المتحدة هو استمرار وصول المساعدات إلى كل المناطق المحتاجة دون استثناء وتحويل مشاريع الدعم إلى مشاريع مستدامة. ونوه العميد طارق صالح بالدور الذي تقوم به طواقم منظمة أطباء بلا حدود وما تقدمه من خدمات للمواطنين إلى جانب المستشفيات الميدانية للقوات المشتركة في الدريهمي والخوخة والمخا من خدمات علاجية مجانية للمواطنين، وتحتاج إلى الدعم لاستمرار تقديم خدماتها للسكان سيما في مخيمات النازحين، مؤكدا على دعم المنظمات في تبني وتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في مناطق ومدن الساحل الغربي، بخاصة مشاريع الطاقة والمياه والصحة والتعليم والطرقات. شكرا لمشاهدتك قناة الجمهورية، سنسعد باشتراكك بالقناة وتفعيل الجرس وإعجابك بالفيديو.